قوات الشرطة تتصدى لمظاهرات غير مرخصة للإخوان في مختلف محافظات مصر. نيابة قصر النيل تقرر حبس علاء عبد الفتاح 4 أيام لاتهامه بخرق قانون التظاهر بأحداث الشورى. حبس ضابطين 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة الاعتداء على مساعد النيابة بطنطا. القبض على 11 متهما في واقعتي الاشتباكات الطائفية في المنيا والتي أسفرت عن مقتل 4 وإصابة 24. ضبط أحد المتهمين الرئيسيين في واقعة اغتيال المقدم محمد مبروك بعد مواجهات مع الأمن استمرت 6 ساعات. الشرطة تعثر على 150 لغم ودانتين بصحراء طريق السويس القاهرة. اتحاد طلاب جامعة القاهرة يسحب ممثله من لجنة 50 ويجمد أنشطته ويطالب بإقالة حسام عيسى. هيئة مكتب لجنة 50 تجتمع لتحديد جلسة التصويت النهائية، ولجنة 10 تعقد اجتماعا لمراجعة مواد الدستور قبل التصويت عليها. تأجيل انتخابات نقابة الأطباء للجمعة القادمة لعدم اكتمال النصاب. مطار الغردقة يستقبل 6000 سائح من مختلف الجنسيات، وإسبانيا ترفع حظر السفر عن مصر، وبولندا تخفف الإجراءات.